مرحبا بحضراتكم، والفقره الاخيره اللي نوهنا عنها في بدايه الحلقه وبنتكلم عن مصطلح اللايف كوتشنج اللي بقى مؤخرا منتشر بشكل كبير جدا. كل شويه نسمع انا عايز لايف كوتشنج، انا بروح للايف كوتشنج، واللايف كوتشنج هيعمل ايه؟ هو اصلا الصحه النفسيه دي مهمه يعني ولا لا؟ طب لو اتكلمنا عن الناس الرياضيه والابطال، طيب هل فعلا القصه دي مهمه او الملف ده ممكن يفرق في اداء الرياضي في الملعب؟ خلينا نعرف اكتر. ونرحب بنيرفانا مصطفى، هي يعني اخصائي لايف كوتشنج ودكتور نفسي، صح كده؟ صباح الفل عليك. صباح الفل عليك. اديكي دكترتي على ايدينا اهو، وهنعاملك على اعتبار انك دكتور. ممكن اقول حاجه قبل ما نبدا؟ اتفضلي. لان انا هاخد من كريم اللي قاله في الفاصل، معلش بقى يعني كريم اصلا ما هوش يا جماعه كبير في السن خالص على فكره، يعني شاب لسه، والنبي العظمه كبر فيها اللي مش عايزه تاخد بالها. على طول طريقه كلامه فيها يعني نرفعنا الهيل، خلاص انا مش عارف ايه، وعليه العوض، خلاص انا هقول دايما لما اقول كله رايح بالظبط. فايه الحاله دي بقى؟ بس عندك كيس ستادي اهو عشان يبقى الكلام على بينه، مش نتكلم في المطلق. عندك حاله جديره بالدراسه. لا، وحضرتك عمال بتشحن نفسك طاقه سلبيه رهيبه جدا. ورانا ايه؟ فانت لا ليه؟ طب وليه ليه؟ لا 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 هو في ما لو امثالي مش موجودين حضرتك هتشتغلي مع مين يا فندم؟ لا هو يا رب ما نشتغلش خالص على فكره. بالمناسبه في ناس عم بيحصل يعني عندها شيء من اللبس ما بين فكره ان في حد بيشتغل لايف كوتش وبين المعالج النفسي او الطبيب النفسي. فهل يعني ايه الاختلافات اللي ما بينهم او ايه عناصر الاتفاق اللي ما بينهم؟ هقول لحضرتك، هو الاخصائي، نبتدي بالاخصائي النفسي، هو بيبقى دارس علم نفس، هو بيتعامل مع المشاكل النفسية القديمة أو التراكمات، أو حد مثلا حصل عنده دروب في حياته معرفش يتخطاه، هو قفل بس عليه أو تراكمت عليه، فهو حصل له حالة نفسية أو مشاكل نفسية فوصل للسن ده مش عارف يتصالح مع نفسه، مش عارف يبتدي حياة جديدة، شايف إن الحياة كلها تمام مش سودة كده، مش عارف يكمل. بيبتدي الأخصائي النفسي إنه يبتدي يفتح معاه الصناديق دي عشان يتصالح مع نفسه تماما ويبقى نفسيته سليمة، ويبتدي من هنا بقى من الحالة دي اللايف كوتش بيشتغل معاه من الحاضر والمستقبل. يعني الأخصائي النفسي من الماضي لغاية الحاضر بيوصل له ان هو يبقى نفسية سليمة جدا، متصالح مع نفسه، يتصالح مع الماضي اكتر. اللايف كوتشنج مع المستقبل، مع المستقبل، الحاضر والمستقبل. يعني اللايف كوتش عنصر مكمل للمعالج النفسي او للطبيب ده حقيقي. اللايف كوتش ممكن ان هو في ناس ما يبقاش عندها اصلا مشاكل نفسية قديمة، فانا اللايف كوتش هو بيدخل حياة الانسان عشان يبتدي انه يديله ثقته بنفسه، يعمل سبوت على نقط القوة، بيقوص على نقط الضعف عشان نبتدي نشتغل عليها، بيزود ثقته بنفسه، بنحاول بقى نبتدي ان احنا نستخدم مصادر قوته عشان نعرف نوصل للهدف بتاعه. بنرسم خطة مع بعض انه ازاي هنعرف نوصل للهدف ده بشوية تمارين، بشوية اسئلة. بس يعني درستي يا نيرفانا يعني درستي ايه عشان اقدر اقول ان حد يبقى لايف كوتش؟ ممكن اي حد يطلع، حتى بتحصل بصراحه للاسف في بعض البرامج ممكن حد يطلع ينصح عن الريليشنز والعلاقات وبتاع وهو مش دارس حاجه اصلا. يعني بس هاتك انا البدايه اصلا يلا بقى. انا اصلا محاميه. يعني انا اصلا محاميه. لا بقى زملاء يعني. انا برضه ده شرف ليا. حصل لي دروب في حياتي قوي جدا، هزني جدا وكنت ضعيفه جدا، فابتديت ان انا ادخل اروح لاخصائي نفسي، فابتديت ادرس واخد دبلومه في الثانيه في قصه علم النفس. فالحمد لله اتصالحت مع الماضي تماما والدنيا. يعني والدروب اللي حصل لك في حياتك هو ده اللي رسم لك شكل بجد. وانا يعني بشكر دكتور محمود زايد ودكتوره مها حسين، هم سبب ان انا ابقى موجوده دلوقتي، ان هم عرفوا يزودوا ثقتي بنفسي واهدافي اتغيرت تماما. ولما لقيت نفسي ان انا اتغيرت وابتديت اغير في الناس اللي حواليا، بشكر اهلي طبعا ان هم استحملوني جدا الايام اللي فاتت دي، ان انا عهدت نفسي ان انا هذاكر اكتر وهاخد دبلومه في اللايف كوتش عشان ابتدي ان انا اثر في الناس وان انا اساعدهم واني اديهم التفاؤل والابتسامه ما تروحش من وشهم، وان مفيش حاجه مستحيله ابدا، احنا نقدر نغير من نفسنا. هايل ان انت حولتي دروب لنقطه انطلاق لتحسين الوضع بشكل عام، دي حاجه كويسه. بالمناسبه، هل اللايف كوتش عشان يعرف يعني يمارس مهام او طبيعه عمله، هل لازم يكون الطرف الثاني في المعادله شخص بيعاني من خلل ما او دروب نفسي ما، ولا ممكن يبقى شخص متزن نفسيا ولكنه عشوائي في حياته فمحتاج لايف كوتش يعلمه ازاي يعيش صح؟
اه ممكن طبعا، لان اللايف كوتش من الـ من الـ الـ الوظائف المهمه انه بيرتب له افكاره اللي في مخه. أوكي. يعني بنرتبها، هو محتاج ايه، عايز يوصل لايه، هدفه ايه، بيفكر في ايه، انا النهارده عايز بحب ده، لا انا بكره عايز ده. فاللايف كوتش هو بيساعده، لانه طبعا لازم صراحه متبادله، فلازم يبقى فيه ثقه. فالكلام الصراحه ده بيبتدي يفتح مواضيع معينه، فببتدي ان انا من اسئلتي محدده بطريقه بروفيشنال شويه، اني اخليه هو اللي ياخد القرار. اللايف كوتش ما بياخدش قرارات ولا بيحل مشاكل. اذا كان الانسان من جواه ما عندوش القرار ان هو يتغير، مفيش اي بني ادم في الدنيا ممكن يخليه يتغير ابدا. بس انا بعمل له زي اضاءه كده عن السترونج بوينتس اللي عنده، نقطه القوه، عشان يبتدي هو ياخد طريقه، عشان لما يجي ياخد القرار يبقى عنده عزيمه قويه جدا انه هيوصل للهدف ده. طب انا عندي سؤال بقى. طبعا. يعني لان انا يعني مش عارفه هل المقوله دي صح ولا غلط، بيقولوا ان معظم الناس، ان لم يكن كلنا، عندنا بنسب مشاكل نفسية. يعني مفيش شخص سليم 100% أو 100%. هل ده حقيقي؟ هو طبعا، لأن دلوقتي كمية المشحنات والمشدات، وأنا لو قعدت مع حضرتك أصلا وحضرتك حكيتي لي مشكلة، أنت بتشحنيني طاقة سلبية بتتخزن عندي في عقل الباطن، فأنا ببتدي أحس إن الحياة سودة. يعني أنت ممكن من طريقة الكلام، احنا لازم نحافظ على كلامنا مع بعض انه هو ما يبقاش نيجاتيف قوي للدرجات دي، لانه بيأثر زي ما هو بيأثر عليا وبيأثر على حواليا وبيأثر على حتى اللي بيسمعني. صحيح. ده غير ان احنا لايف كوتش، يعني احنا بنعرف نتعامل مع نفسنا. لسه ده في سؤال جاي بقى، ازاي بتقدروا تسمعوا كم النيجاتيفيتي دي وبرضو يعني انا هقول لحضرتك. فهو انه ان لازم انك انت تدي لنفسك انه لا ده بكره احسن، انا هقدر ان انا اكمل ده. فاحنا كلنا عندنا مشاكل. انا ممكن يحصل لي مشكله صغيره جدا في الشغل هي قفلت لي يومي وقفلت لي الاسبوع بتاعي، فانا محتاجه اتكلم مع حد بس يزود لي ثقتي بنفسي شويه، يزود لي ان انا هقدر، انه يديني البوش ان انا اقدر اعمل كده. احنا بقى اللايف كوتش بنعمل ايه؟ احنا لازم نقعد مع نفسنا، لازم نعمل سيلف هيلينج، ان احنا كل ورا كيس انا لازم اعمل مديتيشن قبل ما اجي لكم هنا. انا لازم اقعد مع نفسي اعمل مديتيشن، اعمل ميوزك، اسمع ميوزك معينه، اعمل تمرين النفس، ابتدي اصفي ذهني عشان لما اعرف اجي اتكلم فانا ابقى مسترسله وعارفه، ما يبقاش عندي حتى توتر. يعني صح، ده بالصدفة نفس التكنيك اللي بنستخدمه انا والنهاوند قبل ما نطلع الهواء اللي انا سمعته من حضرتك في الفاصل ده. انا فاصله بجد يعني. بصي برافو جدا، برافو جدا. طب انا عايز اسالك سؤال دلوقتي. احنا في زمن نتيجه اسباب مختلفه بقى فيه محبطات كتير محاوطه الناس، جزء كبير منها هتلاقيه طبعا ماشي بسكه ضيق ذات اليد، ان انت عندك مطلوب منك مسؤوليات كتيره ويمكن امكانياتك او دخلك مش كافي. ده بيهد جبال وبيهد رجال. حل النوع ده من المشاكل اللي هي عامه، اللي هي موجوده عند ناس كتير، انت ممكن تلاقي شعب كامل مش في احسن حالته، والكلام ده حصل الفتره دي بعد كورونا. طبعاً. وبعد انعكاساتها السلبيه على ارزاق ناس كتير وعلى اشغال ناس كتير. بتهندلي النوع ده من الاحباطات اللي موجوده عند الناس ازاي؟ اني انا لازم اذكر كل النعم اللي ربنا اداها لي. انا اول ما افتح عيني الصبح كده انا احمد ربنا ان ربنا اداني فرصه لبدايه يوم جديد اصلا. اوكي. وما اعملش فوكس على اللي ناقصني، انا احمد ربنا على اللي عندي. قصه الحمد، هو لما بنيجي نسبح هي مش قصه عدد، هي قصة ان انا بستحضر اللفظ نفسه او الحمد نفسه، ان انا بخلي طاقته تمليني. فانا لما هعمل الطريقة دي انا الرضا هيدخل قلبي. فطول ما الرضا دخل قلبي وانا عندي يقين قوي جدا ان ربنا اقرب ليا من حبل الوريد، اي حاجة في الدنيا اول ما هيجيلي مشكلة هقول انا ان شاء الله الحل من عنده. بس ده مرتبط بحجم تدينك، حجم يقينك وحجم ايمانك وقوته. ما هي المشكله ان يعني الايام دي احنا شويه مع الهزات اللي عندنا دي شويه انجرفنا بعيد عن ربنا شويه. مش بقول ان احنا نبقى متزمتين ابدا، لكن احنا لازم نفكر نفسنا طول الوقت انه ربنا مدينا نعم كتير قوي، انا احسن من غيري بكتير قوي، انا الحمد لله ربنا ساترها معايا، الاقي لقمه صغيره باكلها. لو الكونسبت ده عرفنا نمشي عليه بس بجد من قلوبنا، الدنيا هتتغير على فكره. هو الفكره بس لو دخلت عقلك
واترسخت في قلبك وحصل فيها استمرارية، انت هتلاقي تغيير كامل جدا في حياتك وانت مش عارف هي اتغيرت ازاي، لانه انا عند حسن ظن عبدي دي طبعا. فانا طول ما انا شايف ان انا متذمر فانا ماشي في دايرة مغلقة عمري ما هطلع منها. لكن لما كل يوم هحفز نفسي وابتدي بالاستغفار وبالرضا، فانا بطلع بحلزوني، فحلاقي نفسي ان انا في يوم عن يوم بيجيلي فكرة هاخد كورس، هزود، هعمل حاجة جنب بالزبط. شغلي، فانا بالزبط. كل يوم هلاقي نفسي ان انا بطلع درجة عن درجة. هتبقى كمان اتطبقت حقيقة ان ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده حقيقي. يعني فعلا عندك حق. هي علم الطاقة كمان، لو احنا اتكلمنا على الشق الديني، علم الطاقة كمان ده علم موجود وفعلا مرتبط بالكلام اللي حضرتك بتقوليه، ان لازم انا ما اشحنش نفسي بنيجاتيفيتي او بطاقة سلبية. ده بيفرق جدا، يعني هي هتلاقيها في الأديان، هتلاقيها في العلوم المختلفة، هتلاقيها في حياتك بتشوفها تلمسها. فأعتقد الكلام فعلا، بس لو نطبقه يعني هي دي بقى المشكلة، ان احنا اثق في الكلام ده وبقى عندي يقين فيه واكمله. الناس كانت بتقول جملة كده، انا ما بقاش عندي طاقة. خلاص، هو صح، هو كل بني آدم هو عنده طاقة. لو انت حضرتك حاسس النهاردة انك انت مقفول وطاقتك هي مستحملة اللي انت ماشي فيه، مستحملك انت شخصيا، ما تسمعش مشاكل حد. ده بجد والله، ما تسمعش مشاكل حد، انت ركز على نفسك. ايه مشكلتنا؟ ان احنا شغلين نفسنا بأمور الآخرين، حتى لو ناس بعيد عن دايرتنا اصلا. مين عمل ايه، مين راح فين، مين سوى ايه، انت بتطلع من طاقتك، انت بتهلك طاقتك. طب احنا كمان عندنا دروب في الثقافة الشعبية، فكرة نظرتنا للناس اللي عايشة الحياة بالمعنى الكامل للكلمة، حتى لو هم طاعنين في السن. يعني انت مثلا بتلاقي بره النموذج بتاع الشخص اللي هو مثلا فوق 80 سنة وبركب عجلة وباتيناج في بعض الأحيان وقمصان مشجرة وسلاسل وحركات. النموذج ده لما بيتحط في الشرق الأوسط عموما، مش بكلمك على مصر، النظرة ليه بتختلف؟ بنعامله معاملة العجوز المتصابي أو العجوزة المتصابية، والعكس. إلى أي درجة احنا غلطانين في ده؟ احنا غلطانين توتالي. يعني دلوقتي انا لو حضرتك شايف حد مبتسم طول الوقت يقول لك يا بص ده ما عندوش مشاكل اصلا. يا اصل انت بتتكلمي الكلام ده وانت اصلا ما احنا باصين لبعض بشكل. عايز اقول لحضرتك على حاجه بجد والله، دي حصلت لي وقت ما كان عندي كوفيد، لما يعني ما جاتش تقيله عليا قوي الكورونا، ما جاتش عليا تقيله قوي، فكان بيجيني مكالمات، طب الحمد لله كده انت مناعتك كويسه، يعني مناعتك قويه جدا، انتوا كمان باصين لي في المناعه. ايوه ده حقيقي. يعني حتى المناعه، يعني انتوا بتحسدونا على طب دي عليها مناعه. يعني مش معقول. هي القصة ممكن يكون اللي بيتكلم مش قصده، مش قصدنا فكرة الحسد والكلام ده كله، بس احنا دي مصطلحاتنا مع بعض، يعني نيجاتيف، يعني بنبص للحتة النيجاتيف. ايوه، يعني ما هي دي المشكلة تفكير. انا لازم ابتدي اغير مصطلحاتي، يعني انا ما اجيش مثلا اقول اصل اليوم النهاردة لونه اللون الغامق، انا ما بقتش بقول هو اصلا، ما بقولش الاسم ده اصلا. يعني لا، هو اللون اليوم النهارده مش ظريف، بس انا هقدر اغيره. الالفاظ دي احنا مش عارفين انه ده بوست، لو بوست على الفيسبوك، لو اغنيه نكد انت بس سمعتيها، انت بتشحني طاقه سلبيه في عقلك الباطن، بيبقى مردودها. او لو واحده صاحبتك على طول كل ما تكلميها انا تعبانه، انا خلاص اتعبي بقى، لما تبقي أيوة لما تبقي أيوة تخفيني بنرجع لك. ما تديهاش ودن على فكره، ما هي لو مش هتسمع منك وهي مش عايزه تغير من حياتها وهي شايفه حياتها سودة، لا انت بلوك من حياتي تماما. حصلت معاكي مهنيا؟ يعني انا مهنيا انا برسم خطه مع الكاستمر بتاعي. يعني مفيش حد كاستمر منهم حجر معاكي وانت اللي طلعتي من القعده دي مفرهده وهو زي ما هو؟ لا، هو قصه محجر الحمد لله، انا بعرف اقنع اللي قدامي. لكن هو ممكن يعمل حاجه تانية، ان الخطه اللي احنا رسمينها هو ما بيمشيش عليها، فانا دي ببقى حازمه جدا، انا لا هضيع من طاقتي ولا هضيع من وقتي، وهقعد معاك عشان انت مش عايز تاخد القرار انك تتغير. فروح، ولما تبقى عايز انك انت تتغير يبقى تعالي لي تاني، ودي طبعا بتحصل. حلو جدا. لا بجد الصحه النفسيه مهمه جدا. وزي ما اتكلمنا فيها، مهمه للعيبه، مهمه للرياضيين، لان ممكن بعد خساره اي مباراه النفسيه، لان احنا بشر ممكن يتاثر بشكل كبير، والسلف كونفيدنس، الثقه بالنفس تقل. فبرضه ده مهم، يعني بنقول ان لازم يبقى في طبيب نفسي او لايف كوتش مع الفرق المختلفه والرياضيين. اللايف كوتش، بص حضرتك، الاخصائي لو هنتكلم على اخصائي نفسي فده بيبقى مع الاطفال، والاطفال دايما مرايه للبيوت طبعا. فكمية العصبية اللي بقت عندنا والمشحنات والزعيق والصوت العالي والقصص دي بقت بتأثر بالسلب على الطفل. الطفل طالع عدواني واحنا مش عارفين ليه. فده لازم اخصائي نفسي، ومفروض ان الاباء يعترفوا ان هو عنده ايشو، ان احنا لازم نغيره عشان يطلع
يعني ما هو بدل ما هو هيأثر بالسلب في المجتمع سليم نفسياً. اللايف كوتش بقى للعيبة ده حقيقي جدا، ده كفاية ان هو يقرأ خبر وحش عليه ده هزله ثقته بنفسه. فنزل التمرين جات له إصابة وقعد شوية فرجع ما عرفش يعمل كده، الجمهور طبعا بيسلخه جدا ما بيرحمش جدا، متوقعين دايما الأفضل من كل شخص فبيكسر فيه. لكن اللايف كوتش لازم يبتدي بقى ان هو يديله ثقته بنفسه تاني، ويبتدي انه يلعب على النقط القوة اللي في شخصيته عشان يرجع تاني يوصل للهدف بتاعه احسن من الاول. نيرفانا انت لازم تنورينا مره ثانيه ان شاء الله، لان احنا عندنا الحقيقه اسئله اكتر بكتير من حجم الوقت المتاح لينا في الفقره دي، بس بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا. شكرا لحضرتك جدا، ميرسي. شكرا، وهناخد ارقامك بقى، ما احنا هنحتاج لك يا نيرفانا ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، كده الحلقه النهارده خلصت، بكره ان شاء الله حلقه جديده و10 الصبح اشوفكم على خير، الى اللقاء.